مرحبا بكم. النجم المتلاوي حقق الانتصار على حساب النادي الصفاقسي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من البطولة. رياض الفريوي افتتح النتيجة للمتلاوي في الدقيقة 45، هشام النقاش عادل النتيجة لسي اس اس في الدقيقة 68، وعلى قمش تمكن من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 74. شاكر مفتاح مدرب نجم المتلاوي تحدث على الانتصار هذا في ميكرو عماد التومي. الأولاد ما قصروش، معناتها عملوا مجهود معناتها كبير ياسر، طبقوا معناتها الحاجات اللي خاطر أبريتو تلعب ضد جمعية كبيرة، تلعب ضد السي اس اس، عندها إفكتيف ما شاء الله، معناتها بالغيابات باللي يصير معناتها الناس كل معناتها تشوف الإفكتيف تقول شكون باش يلعب. وقفنا مليح، سجلنا هدف في التوقيت باهي من الشوط الأول، دونك دوزيام ميتون صارت غلطة، قبلنا هدف غلطة نورمالمون ما نقبلوش على هدف، هوروزمون رجعنا في المباراة. هذا بإصرار اللاعبين بصراحة، معناتها جرينتا كبيرة، قليب كبير، حبوا باش يربحوا، وإن شاء الله معناتها بدينا في تحقيق معناتها وجودنا في الرابطة المحترفة الأولى. انتصار نجم المتلوي في المقابل هزيمة للنادي الذي الصفاقسي، فسر أسبابها المدرب البرتغالي خورخي كوستا. Le premier mi-temps, on n'était pas vraiment sur le terrain. Le deuxième, on a essayé de changer le résultat de le jeu et on a bien rentré. On a fait la égalisation et après, on a pris en bout que c'est surréal et on n'a pas joué. L'arbitre a donné 5 minutes. À mon avis, c'était pas juste parce qu'on n'a pas joué le deuxième mi-temps. Et c'est la vie, il faut continuer à travailler. بالنسبة لنجم المتلوي بعد الانتصار يلقى روحه في المركز السابع، عنده 9 نقاط، نادي الصفاقسي رابع على الترتيب ب 13 نقطة. الحكم الصادق السالمي باش يزفر مباراة نهار السبت بين النادي الافريقي والنجم الساحلي، والهيثم القصحي باش يزفر مباراة نهار الاحد بين نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، زوج مباريات مؤجلين للجولة 9 من البطولة. 10 أيام راحة لقائد الترجي الرياضي التونسي خليل شمام بعد الإصابة التي تعرض لها البارح في مباراة أمل حمام سوسة وخلته يغادر الملعب. في النادي البنزرتي سامي القفسي هو المدرب الجديد للفريق خلفا لسفيان الحيدوسي. من جهة أخرى تم تسوية ملف اللاعب أبو بكر التراوري، تم خلص مبلغ 110 ملايين وبالتالي تفادي عقوبة خصم النقاط اللي تهدد في النادي البنزرتي. في إسبانيا مع 9 الليلة يتلعب المباراة الثانية بإياب نصف نهائي كأس الملك، الريال بيتيس يواجه رايو فاليكانو. مباراة الذهاب كانوا فات بانتصار ريال بيتيس 2-1. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، تقع على السيت موزايكا.com.